السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم لاباس. جيتكم فيديو جديد تتمة ديال التحضيرات اللي كنا بدينا مع بعضياتنا ديال رمضان ان شاء الله، وجبت لكم واحد المفاجأة زوينة. هذه ليلة الحادقة، صراحة جابها لي راجلي، وصيتو وطلبتو قلت لي عافاك حاول تقلب لي عليها، حيت انا فاش مشيت للبيم كنت بغيت ناخدها ما لقيتهاش، وصراحه كانت خاصاني شحال هادي على حساب الربيع، على حساب الكفته، على حساب بزاف ديال الحويجات كتقدروا تحضروهم فيها. انا غادي نحلها معكم نشوفها كي دايره. انا حليت غير فوق لومبالاج مازال ما شفتش. بالنسبه لهادي اللي خديت انا فهي ديال الجاج، هذا كنظن هذا الغطاء ديالها، وهذه الشلطه هادي. غير هو واخا اللون صراحه ما عجبنيش بزاف، انا ما كيعجبنيش نهائيا هذا البيستاج، ما لا في المواعن لا في هاد الاهلات ما كيعجبنيش، ولكن ماشي مشكل يعني في تجربها ما غاديش نعاودو نردوها بلا ما نعذبو. صافي ماشي مشكل. فانا غادي نحلها معكم. بالنسبه هنا للماس فيها جوج ديال الماس، كنظن هادشي باش نعاود نقلب لا نكون نسيت شي حاجه، حيت هما هنايا دايرين بيد هذا فيه زعما جوج ديال الماس اشواغ الكتريك. هاد لا مارك هادي كنز الصراحه، ما كنعرفش عليها زعما شي معلومات، لكن غادي نجربوها. ما عرفتش لا مارك زعما ديال اين دوله، المهم غادي نحاول نجربها شوفو كبيرة. هذا هادو كيركب هنايا زعما هنا، دابا عاد فهمت، سوا كتخدمو هاد الموس هدا بوحديتو سوا كتركبو مع هذا، هادشي اللي فهمت. المهم انا غادي نحاول، هانتوما راه كيكونو دايرين ليهم هادو على حساب باش متجرحوش، تحيدوهم غير بشوية. انا نيت غنجربها معكم اليوم، نيت غادي نطحن فيها الربيع ونطحن فيها الكراخس. هاد فوقاني ديالها هذا، هادي لي كتوركو عليها هنايا. بالنسبة لهاد الجلدة كنظن هادي كتكون هنايا، هادي كتركبوها هنا باش ميبقاش يزلق بكم هاد الكركاس. نحاول نخدمها هكا غير بوحدها، نشوف شوفوا بعدا واش خدامه، وعاد ندوز نغسلها باش نطحن فيها. صراحة فرحانة بزاف بيها. بسم الله، تبارك الله نادية. لا لا مزيانة مخيرة الصراحة، عندي منقول انا عندي هنايا، درت هنايا الكرافس، هادشي غسلتو البارح وداكشي درتو ينصف هنايا تاني، درت هدا. دابا غادي ندوز باش نوريكم كيفاش. صافي هنايا بعد ما غسلتها مزيان ونشفتها من الما، غادي نجي هنايا غادي ناخد الربيع ديالي باش نطحنو. بالنسبة للربيع انا اكسبري صراحة مبغيتش نقطعو بزاف، غير قسمتو هكا، بغيت حتى نشوف هي شنو زعما واش غطحنو مزيان ولا لا، يعني كما كتلاحظوا. وحتى تبارك الله يعني راه كبيره، راه كتهز لكم كميه كثيره. انا ان شاء الله نيت غادي ندير معكم فيها حتى اللوز والزنجلان، المهم اي حاجه زعما غنبغي نطحنها غادي نوريها لكم باش هكا نجربها مزيان ونعطيكم رأي ديالي فيها. بالنسبه صراحه للربيع وداكشي انتما غتشوفوا راه مخيره،
يعني طحنتو ليا مزيان، و كيما يعني ما كتاخدش ليكم الوقت الصراحه، كان خصني ناخدها مشحال هادي، لان الصراحه كتختصر عليكم الوقت والجهد وبزاف ديال الحوايج، وما كتستعملوهاش غير في هادشي، يعني بزاف ديال الاستعمالات عندنا. ان شاء الله كل مره غادي درت بيها شي حاجه ولا استعملتها بشي حاجه، راه غادي نبقى نشارك معكم ونوريها لكم. هنا كما كتشوفوا انا راه غادي نشوف هكا الربيع كيفاش زعما كيفاش ولا. انتظروا المفاجاه. المهم انا نوريكم، هانتوما كما كتشوفوا راه كتردوا منيل غبره. اللي كيبغي هكا زعما مطحون مزيان يطحنو مزيان، اللي كيبغي شويه زعما يبقى شويه دوك الوريقات ديالو كبار يخليهم كبار. مهم صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. راه تبارك الله كانت واحد الكميه كثيره ديال الربيع، نيت راه عرفت شحال غسلت وشحال نشفته، وبقيت كنقول شغندير بهذا الربيع كامل، ولكن مزيان راه صراحه زين فيه. صافي هنا كنصاوب غير ديك الجليده ديالها، باش ملي كتحطوها كف فوق البوطاجي ما كتبقاش تهرب ليكم ولا تزلق. ثبتوا، حاولوا تثبتوها مزيان. صافي غادي نكمل هذا الشيء كامل اللي عندي وندوز ان شاء الله باش نصاوب حتى الكرافس هو نكمله. تبارك الله شوفوا كمية شحال، راه مديوش بعدا على صبعي، ضربت صبعي بالموس قبيلة، ضربت واحد الضربانيت، درت لي ديك سبالادرا غير باش ما يبقاش يسيل داك الدم وداك الشيء. المهم قلت لكم شوفوا تبارك الله شحال خرجت ليا، راه تبارك الله كمية كبيرة وفي واحد الوقت اللي وجيز، يعني راه ما كاملوش حتى 10 دقائق باش درت هذا الشيء. والاهم انكم كتستافدوا من ديك الكمية اللي عندكم كامله، يعني ما كتلاحش لكم هذاك الشيء ولا كتضيعوا فيه، لان حتى دوك الرجيلات ديال القزبر والمعدنوس هما فيهم الفائده، وحتى هما خصهم يطحنوا، يعني الا كانت هذه كتعاونكم كطحنوا مزيان ما كاينلاش يتلاحوا. هنا غادي ندوز باش ندير هكا الكرافس، حتى هو راه مغسول ومنقي، كنحيد هكا غير شي حاجه الا بانت ليا. وانا اكسبري خليت ليه حتى هو دوك الرجيلات ديالو، لان صراحه تعجبني بزاف سورتو في الحريره، كيعطي واحد الريحه زوينه زعما ديك الريحه ديال رمضان والحريره وداك الشيء، الصراحه هي اللي كتعجبني فيه. وهاد الرجلين ديالو سبحان الله العظيم كيعطي واحد النسمه سبيسيال للحريره، الا كنتو كتلوحوهم ما تبقاوش تلوحوهم، جربوهم هكا طحنوهم مزيان راه كيجيو زوينين. ومهم انا صراحه غادي نعمرها مزيان نيت، باش هكا تهز ليا كميه كبيره، وباش نشوف الا عمرات بزاف واش غادي تطحن ليا ولا لا. صافي كنعمر بحال هكذا، من بعد غادي ندير داك الغطا ديالها، وغادي ندوز باش ندير لها نركب لها ديك اللعيبه اللي منها كتخدم. كيف ما تشوفوا تلاحظوا معايا راه حتى الكرافس حتى هو تبارك الله دغيا، وباش عجبتني ما كتاخذش الوقت، يعني ماشي كتبقى يورك، يعني ما تورك. كاينه هذيك ديال اليد اللي كتستعملها كيدويه، انا كنت شريتها داك العام بالحق والو ما كدير حتى شي حاجه، كنظن خديت شي ماركه عيانه ما زويناش، لانني كيبقى كيف ما هو، كيف ما كنلوحو كيف ما كيبقى، يعني ما استفدتش منها نهائيا. كاين الناس اللي قالوا انها راه صدقات ليهم هذيك اليدويه، ولكن متعبه، يعني حتى هي كتاخذ الوقت وحتى هي كتعي. الواحد ما فيها باس يجمع هكا شويه شويه وياخذ هذه، راه ما غادي شي حاجه اللي صراحه ما غاديش تندموا عليها نهائيا. وهانتوما بعد تشوفوا الكرافت حتى هو، انا حاولت هذوك العويدات اللي كيبقاو هكا الفوق لاصقين، حاولت هكا نهبطهم بالمعلقه ونعاود نردهم ثاني نطحنو. ها هو حتى هو راه مطحون كيجي ناضي. كيعجبني هكا صراحه شي حاجه اللي كتسهل عليك الحياه وكتسهل عليك كتربحي بها الوقت، زعما راه مخيره، سورتو زعما
هو صراحه لاي واحد، انا واخا خدامه يعني كنت كنجي هكا كيبقاش ليا الوقت، بعض المرات كنبغي شي حاجه اللي سريعه. انا صراحه اي حاجه كان لي شي اله اللي غتسهل عليا الحياه وغتوفر عليا الجهد والوقت ما كنترددش انني ناخدها. والواحد هكا يمشي مع الوقت، يعني كما قلت لكم يدير لها واحد البرنامج ديالها، يدير مثلا يوفر بالنسبه للناس اللي جالسين في الدار، يوفروا شويه من المصروف كل مره شويه. راه الحياه ضروري كيخصك تمشي معاها دقه دقه كما كنقولوا. يعني كل مره الواحد ياخذ حويجه، كل مره يدير حاجه، ينقص من الحوايج اللي مثلا كيشوفهم ماشي اساسيين واللي هما تافهين وغادي يضيع فيهم غير الفلوس، وياخذ بحال هكا حويجات اللي غادي يستافد منهم وكما قلنا غادي يوفر بهم الوقت والجهد والصحه وكل شيء. صفيت هاد المركز الحامض، كنت ديجا مصاوباه من البارح وغادي ندوز غير باش نصفيه ونديرو هكا في البواطات. بالنسبه لهاد المركز البنات راني ديجا شاركته معاكم في القناه، غادي نخلي لكم الفيديو ديالو في صندوق الوصف. هنا كنصفي داك اللب اللي كيبقى ليا، فهو ما كنلوحوش، كنستعملو كيما قلت لكم في لي كيك، في بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. وهاد العصير ما كنستغناش عليه، هاد سورتو هاد المركز ديال الحامض، لانه كينفعني بزاف، شي حاجه اللي زوينه ومنعشه ان شاء الله في رمضان. موجد معكم صلصه ديال البيتزا، شي حاجه هي اللي كنحتاجوها بزاف في رمضان وما كنستغناوش عليها. بالنسبه لشنو غنحتاجو، عندي هنايا مطيشه مغسوله من الشفار، جوج بصلات، غادي نحتاج معلقه ديال المايزينا، تحميره وليبزار، وغادي نحتاج هنايا شويه ديال الزعتر، مليحه، مطيشه ديال الحك، وعندي هنايا زيت العود، ضروري كنبغي ندير فيها زيت العود. عندي هنا تقريبا 4 الفصوصه ديال الثومه وورقه سيدنا موسى. بالنسبه لاول حاجه غادي نبدا بها، غادي نقطع المطيشه ديالي على 4، غادي نحيد لها هذيك الزريعه اللي كتكون فيها من الداخل، وغادي نديرها في كاسرونه باش ندوز نطيبها. بالنسبه للمطيشه راني ما كنحيد لها لا قشره لا حتى شي حاجه، ما كنقيهاش، فقط كنحيد لها غير ديك الزريعه اللي كتكون لداخل، وكتقسموها هكا على 4 ولا على اللي بغيتو زعما نتوما، باش هكا قد ما قسمتوها صغيره راه غادي طيب لكم. المهم انا كنقسمها هنايا على 4 بحال هكذا. غادي نديرها في كاسرونه وغادي نزيد عليها الثومه، دوك الدروسه ديال الثومه اللي وريتكم، وغادي نزيد عليها زيت الزيتون. غادي ندير هكا طيب، نخليها حتى المهم نزيدو لها ما لا حتى شي حاجه، لان داك الماء اللي كيطلق ديك البطيشه هو فاش كطيب. كديروا هذا مطيشه هنايا والبصله حتى هي راه غادي نقطعها هكا صغيره، وكديروا زيت العود والثومه فقط، هادشي اللي كديروا في المره الاولى. كتخليهم، انا كنغطيهم بواحد الغطاء ديال غطا ديال واحد الطنجره، وكنخليهم لان مادام كيتغطاو داك البخار كيبقى يرجع، فهما دغيا دغيا كيطيبوا. صافي هنايا كما شفتوا هاد الثومه زيت العود، ونديرهم فوق البوطه. هانتوما كما شفتوا هنايا راه المطيشه ديالي بدات كطيب، صافي كتبدا طيب وكتذوب راسها. هنا عريتها غير باش نوريها لكم، وديك البصيله حتى هي كطيب وكطيب الثومه، يعني ما كتاخذش معكم حتى هي وقت بزاف. وصافي دابا غادي نطفي عليها، غادي نحطها حتى تبرد واحد شويه عاد باش ندوز نطحنها معكم. انا غادي نطحنها بهذيك الطحه اليدوي، الا ما عندكمش ديروا مولينكس ماشي مشكل. كيف ما شفتوا هنايا غادي ندوز باش نطحن المطيشه ديالي، حاولوا تطحنوها مزيان مزيان، ما تخليو فيها حتى شي فرتيته ديال المطيشه ولا الجلوف، باش يجيكم هكا زوينه ملي تكونوا كتاكلوا بيتزا ما تحسوش بهذاك الشيء الطريفات ديال المطيشه. حاولوا تطحنوها مزيان. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد التراب اليدوي بحال هكذا، خليوها حتى تبرد تماما باش ما تخسرش لكم مولينكس ديالكم ولا الطحان ولا اي طحان كهربائي كتستعملوه، وديروها الطحان، راه غادي تجيكم مزيانه وغادي تحل لكم. لحقاش ديجا بطيشه والبصله وداكشي كلشي راه طايب، يعني راه ما غاديش ياخذ معكم وقت طويل. صافي غادي نطحنها تماما كما قلت لكم، تاكد انني ما بقى عندي فيها حتى شي حاجه هكا اللي غادي غادي تبان ليا هكا ملي نبغي ناكلها ولا شي حاجه. صافي هنا غادي ندوز نزيد ندير مطيشه ديال الحك، غادي ندير هنا جوج معالقات كبار، وغادي ندوز هنا ندير داك شويه ديال الزيت اللي بقى ليا ديال زيت العود، ندير التحميره، ندير هنايا الابزار، وغادي ندير هنايا شويه الملح بيان سور باش ما تجيناش بالصوصه حيت عندي هنا كميه كبيره شويه ديال المطيشه. كنحك عليها داك الزعتر، وكندير ديك ورقه سيدنا موسى اللي قلت لكم في الاول، الا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها، راه غير الزعتر بوحديتو راه كيجي زوين. هنايا كما شفتوا راني زدت واحد معلقه ديال سنيده، علاش بصراحه كنديرها في لاصوص باش ما تجينيش ديك الحموضه ديال المطيشه. هنا زدت معلقه ديال المايزينا. بالنسبه لهاد المايزينا الا تسولوني زعما علاش درتها، هادي باش كتخلي هذيك كتعقدها وكتعطي واحد لا تيكستور زوينه ديال هذا ديال المطيشه. غادي نردها للبوطه،
كيما كتشوفوا هنايا راه ما غاديش تخليها بزاف لحقاش راه ديجا كلشي عندنا طايب. غادي نحركها هكا مزيان حتى تنسجم فيها العناصر كامله اللي درتها، وان فوا تبان ليا بدات كطلع فيها هذيك الغنيه فانا غنطفي عليها ونحيدها. من بعد نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخزنها في الفريغو. هنايا حتى طفيت عليها وتفكرت راسي ما درتش قزبر ومعدنوس، وانا كيعجبني القزبر ومعدنوس في اي حاجه. وفي لاصوص الصراحه تيجي زوين، زدتو هنايا من الفوق واخا ما طيبشوش ماشي مشكل، هو قد ما بقات ديك النسمه ديالو باينه راه كيجي مزيان. هنا بالنسبه لطريقه التخزين ديالها في الفريغو، انا استعنت بهاد القوالب ديال السيليكون اللي ديجا عندي. استعملت هاد المول هكا شويه كبير، وخديت هادوك الصغيورين غير باش نسربي، قلت تا هما نخدمهم. بالنسبه للسيليكون استعملت غير هاد الكميه هادي اللي وريتكم. من بعد صراحه درت لي بواط، واحد لي بواط كانوا عندي خويتهم وغسلتهم وداكشي، قلت تا هما نعاون بهم بحال هكذا. علاش درت هكا؟ حيت السيليكون خصو حتى يجمد مزيان في الفريغو، كان خصني ضروري نخوي واحد لابارتي من الفريغو باش هادو يشدو في راسهم، عاد نقدر نديموليهم ونديرهم هكا في بلاستيكه بوحديتهم. وهادشي كامل غادي يشد ليا الوقت، وانا كنبغي ما نكذبش عليكم. المهم الحاجه صافي بديت، خصني نكمل هاد غير دغيا ونحيدها عليا باش ندوز لحاجه اخرى. صافي كما كتشوفوا هنايا راه حاولت غير نيطوايا كشويه دوك لي مول، وهنايا داكشي اللي حضرت معاكم هادوك القوالب ديال السيليكون. هادشي الكميه اللي بقات لي غادي ندوز باش نديرها هكا في بواطات. وكما كتشوفوا هادشي اللي وجدت معاكم اليوم، مثلا قزبر ومعدنوس كما شفتوا طحناه بهذيك الاله العجيبه، صراحه ما نقولوا عليها لا الحاد كاع حتى حاد كانيت والله العظيم. وصافي الربيع هنايا قزبر معدنوس هنا كرافس، هذاك المركز الحامض اللي صاوبت معاكم صراحه زوين، كنصحكم حتى هو تجربوه. وهنايا هاد القشور هادو راه كيجيو زوينين في الكيك. ديك النهار كاع انا درتو في العصير، هاد القشور هادو جاو رائعين. شي مره نشاركو معاكم واحد الباناشي درت زوين واستعملت فيه هاد القشور الحامض، عطاو واحد النسمه زوينه. هادشي صراحه اللي وجدت اليوم. هاد الكميه اللي بقات لي ديال الصلصه درتها هنايا في هاد البواطات هادو. هاد البواطات كنظن راهم مشهورين ديال ايكيا، كنت وريتهم لكم في واحد الفيديو قديم شحال هادي. كنظن شي 17 بياسه شي 40 ولا 43 درهم والله ما بقيت عاقله بالضبط. وزوينين كيجيو بزاف ديال الاحجام، يعني تالي عندكم هكا شي حاجه صغيره كيهزوها لكم. صافي وغادي ندوز ندير هادشي في الفريكو. هنايا بغيت غير نوريكم هادو كيفاش كيجيو ديال هاد لاصوص اللي درنا في السيليكون، كيجي حتى الشكل ديالها زويون. بعد ما شطت راسها هنايا لفتو راس الصباح، كنفقت شويه بكري حيت مازال بغيت نقضي شحال حاجه ان شاء الله. هانتوما غادي نجمعهم كاملين غنديرهم في بلاستيكه. هادشي اللي حضرت معاكم، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه. وشكرا بزاف على المشاهده ديالكم وعلى التفاعل ديالكم وعلى اي حاجه زوينه كتكتبوها عليا، لهنا يخطيكم صراحه. كتبدا كتحس بديك القيمه ديال حب الناس، واخا باقي القناه صغيره سبحان الله العظيم مازال ما فيهاش من الناس بزاف وداكشي، ولكن هادوك الناس القليل كنحس بهم كيبغيوني وكيتبعوني. شي حاجه صراحه اللي زوينه، لهنا يخطيكم. كنتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يلقاكم في صحه جيده، ونقول لكم ان شاء الله بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وتشتركوا معايا في القناه وتخليوا لي لايك ديالكم. بسلامه عليكم.